مايان، طاقة اسمك رقم 3، طبعه ترابي، كوكبه المشتري، يوم السعد الخميس، الحجر الكريم الملائم الفيروز، الصورة القرآنية المناسبة هي صورة التكاثر. أسماء الله الحسنى الخاصة بشحن طاقة اسمك: يا الله، يا مصور، يا غفار، يا فتاح، يا قابض، يا لطيف، يا عظيم، يا مجيد، يا وكيل، يا قيوم، يا ماجد، يا عفو، يا نافع. أنت فتاة ذات شخصية محبوبة وجذابة، مضيافة، كريمة وسخية، طليقة اللسان، متفائلة، تعدين بركان من الطاقة، ذات حماس ونشاط جسدي وفكري كبير، وذات تفكير متفتح ومنتج، دائمة البحث عن الأشياء التي تسعدك، قادرة على التعبير والتواصل، طموحة، طيبة القلب، لديك براعة وإتقان في العمل. تحملين عنصرين في اسمك: عنصر النار وعنصر التراب. تعترضك عدة نحوسات وعراقيل في حياتك العملية والأسرية، وتتعرضين للكثير من الخلافات والمشاكل والانتقادات التي تمنع استقرارك العاطفي، كما تواجهين بعض الفراقات الصعبة. أنت فتاة ذات شخصية قوية، ولديك القدرة على فرض آرائك على كل من حولك. قليلة الحظ مادياً، لكنك تملكين طاقة انفراج كبيرة في اسمك، وإن شاء الله تنتصرين على كل الظروف الصعبة. واظبي على كثرة الاستغفار والصلاة على محمد وآل محمد، وإن شاء الله تعيشين حياة سعيدة. والله أعلم، والله الموفق.